إذن عودة للمتابعة، ننتقل للأجواء الفنية. وديانا بدرية فنانة تشكيلية ومعرض من 13 لوحة خيالية رح منشوفهم بمعرض رح بيكون بلبنان. فنانة تشكيلية السورية ديانا بدرية، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. صباح النور، ميرسي كتير لك، شكرا. عادة أي نوع حضرتك بترسمي؟ إذا هلا ممكن أنا تكون نسميها أنه تعبيرية أو رمزية. هلا هو من عنوانه خيالي، بمعنى كمان خيالي أنا. نعم. فهو بيتضمن تشخيصات اللي موجودة بالأعمال تبعيتي، شيء أنا بديت فيه كان بخيالي شيء، أو لما بلش بالشغل فيه بصير بينتهي بشكل تاني. نعم. فأنا بحب أنه أتركه عند المتلقي كيف هو بيرجع بيكمله بخياله هو، وكثير انبسط أنا بالإحساس اللي وصل للناس. نعم. يعني لما شافوا الصورة، يعني هل هي تجريدية اللي بنشوفها قدامنا؟ لا، هو مو تجريد، تشخيص بس. نعم. أنا بعتقد أنه التجريد موجود، يعني حتى بالتشخيص أو بالواقع أو بأي رسم موجود. نعم. حضرتك شاركتي بعدة معارض مع مجموعة من الفنانين بسوريا، ولكن أول معرض منفرد هو هلا اللي رح نحكي عنه ونشوف لوحاته بعد شوي. بأي معارض شاركتي وكيف كان واقعه؟ هل كل رسماتك هي من الخيال؟ هلا شاركت أنا بمعارض بسوريا، مشاركات يعني متواضعة كونه معارض جماعية. نعم. بمعرض الشباب، بمعرض السنوي، بمركز ثقافي العربي، هدول بسوريا. بس هذا أول معرض لإلي فردي، يعني سولو هون. وشو السؤال الثاني؟ بس السؤال الثاني انه هي اول معرض منفرد وكنت شاركتي فوق، هل كل شيء كان من الخيال برسماتك؟ اي طبعا، اي كل شيء كان من الخيال. طبعا اكيد انا عم اخذ احيانا افكار من ممكن اتاثر بصوره، ببنتي، باي شيء، وانا كمله بخيالي. نعم. بس اكيد هذا كله خيالي، هيدا كله خيال. بس وقت تحكي خيال، شو يعني خيال؟ هلا خيال انا برايي الشخصي كثير له علاقه بالحدس. نعم. لا، بدنا نرجع بالصور من الاول اذا ممكن. مخرج اوكي تفضلي بالحدس. مثل هالصوره اللي عم نشوفها قدامنا مثلا، شو المقصد فيها؟ او كل واحد بيفكر مثل ما بده. هلا في اعمال انا مثلا مثل هي، في أشياء لها علاقة بالتكنيك، باللون، بالجو العام. نعم. كانت موجودة بالأعمال كلياتها. أنا كتير بحب مساحات اللون، لما واللون لما بيتجاور مع لون تاني، المساحة. نعم. هو فيها سايكولوجي أكتر، يعني هون البنت وإما والجدة، يعني بالصورة البنت وإما؟ لا، مو بنت وإما وجدة، هن ثلاث أشخاص. طبعاً كمان أنا في بالأعمال في شيء بالسيميوتيك، التحليل بالدلالات والعلامات، استفدت منها. أنا دارسة ماجستير فنون جميلة. نعم. فكان في برسالتي عن التحليل السيميوتيك، فاستخدمته كمان شوي، دخلته ببعض الأعمال. نعم. بس الأغلبية هو لا، الحالة السايكولوجي. يعني أحيانا صعب على الفنان أنه يشرح كل شيء، يعني لو أنه هو كاتب إيه، بس لو هو يعني لو في يشرح بالكلام ما كان رسم يعني. نعم. وكان في أشياء أنه صعب بكل لوحاتك. ليش؟ هلا أنا بحبها، بس ساعدتني هون كحلول تشكيلية أحيانا، وساعدتني بالتكوين والصورة، يعني لما شو بتحتاج شو بتتطلب، وبنفس الوقت إحساسي وخيالي كان له علاقة بالفكرة. هون مثلا في شغل باللون، لعب باللون. طبعا هي الوحيدة اللي ما كانت ضمن 2023 اشتغلتها، إنه قديمة. نعم. هودي اللوحات رح منشوفهم بالمعرض المنفرد اللي حضرتك عملتيه. ايه. نعم. تمام. نعم. بشهر شباط. نعم. هون كمان أنا كتير بشتغل بالخلفيات، كتير بحاول أترك أشياء مثل ما هي، لما بيعجبني الإحساس فيها، يعني إحساس المادة الأولى، وبرجع بصير بشتغل بأماكن تانية، وبحب أترك الطبقة الأولى موجودة، يعني. نعم. استفيد منها أحيانا.
وهي نفس هي مثلا الطاووس هذا اللي استفدت منه انا من خلال دراستي بالماجستير بالسيميوتيك بالتحليلات العلم الدلالات. هو له دلالات كتير كبيره، واحيانا بيكون هيك شوي خزعبلاوي او طاووس يعني كتير خيالي زياده. أوكي. فكمان دمجته مع بس دايما عندك بترسمي المراه بتفاصيلها وبعده كيسز، ما رسمت الرجل. ايه هلا هي بتساعدني اكثر بحس بالايحاء يمكن. وفي اشياء هيك انه انت بتشعرها يعني صعب يوصل لك اياها الرجل. يعني انا عملت واحده هيك صارت لا عملت ما بيوصل المسج لا بيوصل عملت واحده بس ما بتعطيك. يمكن هون في شيء له علاقه كمان بالامومه بال الأنثى بشكل عام. تحية يعني للأنثى وللمرأة طبعا. ميرسي. وين المعرض وأوقاته كيف رح بتصيروا على كم يوم من تاني؟ المعرض بموجو أرت جاليري بشارع بيروت. نعم. هو خلال شهر شباط كله يعني من واحد لآخر شباط. موجو أرت جاليري بشارع بيروت. موجو أرت جاليري بشارع بيروت. نعم. بخلال شهر شباط من الصبح للمساء. من الصبح للتوقيت من 11 للسبعة. نعم. بيكون مفتوح دائما. وهو المنفرد اللي عم نشوف قدامنا هي لوحات ديانا بدرية 13 عمل يعني هي احجام كبيره. نعم. فيها عملين او ثلاثه صغار. اوكي. بمين متاثره؟ بمين بتحبي من فنانين عالميين عرب لبنانيين سوريين؟ هلا ما بيخلص يعني هذا السؤال لانه كثير كبير. بشكل عام بحب يكون في عندي ثقافة بصرية فأكتر شيء بتجه يعني على فنانين عالميين. طبعا هذا مو لأنه أنه ما في فن عربي أو هيك، لا بالعكس. بس بحب أنه دائما يكون في هاي الثقافة البصرية. أحيانا نحن بننخدع بشيء تزييني. نعم. فكتير صعب واحد يعني لازم ضروري يكون في عنده هاي الثقافة البصرية حتى يصير يميز يعني، وما ينخدع يفوت بمجال تزييني مثلا للصالونات او لا، يكون لا انه اهتمامه فعلا باللوحة وتكوين. هل تشتغلي على لوحة لتكون ممكن تنوضع بكافة يعني كل البيوت بكل لا لا شخصية. انا هذا الشيء اللي ما بحبه يعني. نعم. بحب انا اشتغل العمل انه هو عمل فني يعني بالنهايه. نعم. وما اوقع بهذا الفخ. ما توقع بفخ انه يكون تزييني. نعم. هلا ما بعرف في ناس بياخذوا بس هو بالنتيجه واحد بياخذ لوحه بحطها ببيته بتكون متماشيه مع مع مع, مع شخصيه أكيد. البيت يعني. شخصي بس كقيمه الفنيه هي بالدرجه الاولى يعني. ما لازم نتنازل عنها يعني. نعم. على كل الانسان بالعين المجرده بيفسر اللوحه مثل ما هو بيشوفها. تمام. يعني انا من شوي شفت البنت وامها وسته مثلا انت قلت لي لا ثلاث نساء. فانا حلو هيك الاحساس كيف المتلقي يعني هي بتنتهي عند المتلقي يعني. صحيح. هو المتلقي هو كيف بيشوفها باي طريقه وراح بضل يشوفها مثل اول نظره. طبعا. التقى فيها باللوحه. انا بدي اقول لك جود لك ديانا لاول معرض منفرد لك في لبنان. وطبعا ان شاء الله بتشاركي بمعارض اخرى كمان مع لوحات جديده. شكرا لحضورك معنا ولمشاركتك. شكرا جزيلا.